عراقي يحاكم في ألمانيا. أبو معاوية عراقي الجنسية من مدينة فلوجة بمحافظة أنبار، يمثل اليوم أمام المحاكم الألمانية. انضم أبو معاوية لتنظيم داعش عند اجتياحه لمحافظات العراق، ولدوره البارز في التنظيم تمت مكافأته بفتاة ألمانية تزوجها وجلب لها امرأة أيزيدية مخطوفة لدى التنظيم مع طفلتها التي كانت تبلغ من العمر 5 أعوام آنذاك لتكون خادمة لها. عامل أبو معاوية المرأة الأيزيدية معاملة قاسية، كان يجعلها تقف حافية القدمين تحت أشعة شمس تموز على الأرض الساخنة لساعات. اتسمت حياتها اليومية في الفلوجة بالإذلال والضرب والخوف من قبل أبو معاوية. كان أبو معاوية يجبر الأم الأيزيدية وطفلتها على الصلاة وحفظ القرآن، وعندما تخطئ الطفلة كان يقوم بضربها على الرأس أو عندما تحاول اللعب أو التجول في المنزل. في إحدى الليالي استيقظت الطفلة من النوم، فانزعج أبو معاوية وقام بتقييدها بسلاسل بنافذة المنزل إلى أن ماتت من العطش أمام أعين والدتها. زوجة أبو معاوية الألمانية وقفت هي بدورها وشاهدت الطفلة الأيزيدية تموت ولم تساعدها، ومثلت أمام المحكمة وهي قيد الاحتجاز وبانتظار إصدار الحكم النهائي بحقها. ألقي القبض على أبو معاوية في اليونان مايو 2019، وتم تسليمه إلى السلطات الألمانية، واليوم يمثل أمام القضاء في حضور والدة الطفلة الأيزيدية التي تدهورت حالتها النفسية والصحية بعد صدمة موت طفلتها أمامها. فهل ستأخذ العدالة مجراها؟